ده من عجائب القرآن انه يجمع ما بين اتنين انبياء، نبي بيعلم عبادات ونبي عنده رسالة إصلاحية. جمع ما بين موسى والخضر عليهما السلام. مين اللي كان أستاذ التاني؟ خضر عليه السلام. خضر أظن مش محتاجة كلام، يعني هو صراحة كده قال له موسى هل أتبعك. أنت تفتكر موسى كان بيروح يتبع الخضر في إيه؟ أنا بس عاوزك تفهم، يعني موسى عليه السلام مش بيجي له سيدنا جبريل رايح يتبع ده رئيس أنبياء بني إسرائيل يا مولانا. الله الله، هو ده موسى، ده ربنا قال له إني اصطفيتك على الناس. هو ده موسى أي حد عليه الصلاة والسلام؟ ده قال لك وكلم الله موسى تكليما. عايز إيه تاني يعني؟ فحضرتك رايح يتعلم إن الخضر، يتعلم حضارة الإصلاح، حضارة إعمار الأرض. تفتكروا كان رايح يتعلم مثلا طريقة تلاوة التوراة على الوجه الأمثل؟ استحالة. راح يعلمه ما هي العبادات التي على موسى أن يعلمها لبني إسرائيل. استغفر الله يفتح عليك. وبرضه من عجائب القرآن اللي لازم تاخدوا بالكم منها يا جماعة، لازم نلتفت للقصص القرآني وإشاراته الدالة عليه، إنه سيدنا يوسف لم يحز مكانته لتفسيره للأحلام، إنما حاز على مكانته لخطته الإصلاحية الاقتصادية. يا جماعه يا بتاع، طب انت تقصد ده برامج تفسير الاحلام؟ ده في برامج عجب النصابين كل اللي بيفسروا احلام في الكليتش. انا معلش يعني بتكلم كده في صيانه الاحتمال، بتكلم فهلوه 90% اطخن واحد فيهم اللي انت تقول عليه، اللي انت الوالد التقي العارف بالله، كلها فهلوة. يعني مثلا ليها اسس، ده مش يعني مالي مثلا اقول لواحد انا رايت في منامي كذا وكذا ويفسره لي فهلوة. بالظبط كده، اوعى تفتكر انه جاله وحي. الخطوره انك تفتكر سيدنا يوسف. الانبياء بس اللي كان عندهم وحي، بعد الانبياء ما فيش بقى. خلينا بس ايه، كلها فراسه. يعني هو قال لك انت شفت ايه في المنام فيحصل ايه؟ ايه الدليل على كده يعني؟ يعني ايه الدليل على كده؟ يعني هل مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى في المنام انه يصلي صلاه كذا يبقى هيحصل له كذا؟ يعني انت لو جيت تقول لي مثلا اكتر من البرنامج بتاع الشيخ خالد، انت لو جيت تقول لي مثلا انا شفت في المنام اني بعوم في ازازه 7 اب، هستنتج انك ضارب اكله فسيخ قبل ما تنام. فهلاوه ولا مش فهلاوه؟ فانا عاوز اقول لكم ايه، سيدنا الناس الغلابه اللي ياجوج وماجوج متسلطين عليهم. تخيل بقى حضرتك لو ربنا بعت لهم نبي بالسبحة، والله العظيم تشوفوها. تخيل حضرتك ربنا لو بعت لهم نبي اذكروا الله ذكرا كثيرا، الناس في أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال لهم اقعدوا قولوا التسبيحات، قولوا يا حفيظ يا حفيظ يا كوبا تاخد الإنجليزي، اقعدوا كده. ها قال لهم لا، فأعينوني بقوة.